أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أم عبد الله من السعودية تقول أن هناك رجل كبير في السن اتهم ابنها بسرقة اسطوانتي غاز، فتقول أن هذا على حسب حديثها أن ذلك ظلم من هذا الرجل كبير السن لابنها، فتقول هل الظالم ينال جزاءه في الدنيا وفي الآخرة؟ أولا ينبغي أن يبين لهذا الرجل الذي اتهم ابنها بأن هذه التهمة غير صحيحة، لأنه ربما يعتقد ذلك، فينبغي أن يبين له هذا. وبعض الناس ربما أن أحدا يفهم فهما غير صحيح ويتهمه بناء على ذلك ويظلمه ولا يدافع هو عن نفسه. الذي ينبغي أن يدافع عن نفسه وأن يبين له حقيقة الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه زوجته صفية ورآه رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما، إنها صفية وهو رسول الله. اللهم صل وسلم. فقال يا رسول الله يعني سبحان الله هل يعني سنظن بك سوءا؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فالإنسان ينبغي أن يبعد عن نفسه التهمة، ولهذا ينبغي أن يبين لهذا الرجل إذا كان ما ذكرته الأخت صحيحا أن يبين له بأنه قد ظلمه بهذه السرقة وأن هذا لا يجوز، وإما أن يبين له من قبل هذا المظلوم أو ينظر لأحد يكون مؤثرا عليه ويبين له واقع الأمر. لكن بالنسبة لدعاء المظلوم على الظالم هذا يجوز، يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه لقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فيجوز له الدعاء على ظالمه. والغالب أن دعوة المظلوم معجلة في الدنيا قبل الآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والقصص في هذا مشهورة ومتواترة، في أناس قد ظلموا فدعوا على من ظلموهم فاستجيبت دعواتهم وتسبب ذلك في مصائب عظيمة لأولئك الظالمين. لكن مع ذلك قد تقتضي حكمة الله عز وجل تأخير عقوبة الظالم إلى الآخرة، كما قال الله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فليس بالضرورة أن الظالم يعاقب في الدنيا، قد تؤجل عقوبته للدار الآخرة حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. الله.